صباح الخير مشاهدينا، نلقاكم بعد قليل في أولى نشرات هذا اليوم المفصلة. لدينا جملة من المواضيع: في ليبيا رئيس حكومة جديد هو فتحي باشاغا، في تونس الرئيس يعلن عزمه فعلا على حل القضاء، طبعا الأزمة الغربية بين روسيا والولايات المتحدة بسبب ملف أوكرانيا لا تزال مستمرة، خاصة مع إرسال واشنطن مقاتلات حربية إلى بولندا، وإجراء أيضا روسيا وأوكرانيا مناورات عسكرية متزامنة. انتظرونا السابعة بتوقيت القدس، الثامنة بتوقيت الدوحة، والخامسة بتوقيت غرينتش.